لا تأخرت أوي تأخرت أوي، لازم أجري عشان ما تعاقبش، لازم أجري عشان ما تعاقبش. أوف، إيه ده؟ ممنوع الجري في المدرسة. أنا ما كنتش بجري، أنا كنت أمشي بسرعة، أنا ما عنديش وقت للكلام ده. خلاص ماشي، هسيبك تعدي مقابل لايك واشتراك. يا عيال حطوا لايك واشتراك عشان ما تأخرش على الدرس. خلاص ماشي، ينفع تعدي. نايس، أما نشوف مين عندنا النهاردة. مين عندنا النهاردة؟ وات، عندنا هيرباين. ليه متأخر؟ لا لا، اهدى شوية اهدى شوية، انا معايا اللايك والاشتراك. هات مصروفك يلا يا غبي، هات مصروفك كله يلا يا غبي، هات مصروفك. اوه فهمتك، انت عايز تبقى صاحبي، ان الاصحاب بيشاركوا المصروف بتاعهم، مش كده برضو ولا ايه؟ لا انا مش عايز اكون صاحبك، انا عايز مصروفك. اطلع يا ولا بكل اللي في جيبك يا ولا، اطلع على بالفلوس يلا. للاسف مش معايا فلوس، بس انا معايا حاجه احسن كتياوي. حاجه احسن زي ايه يعني؟ معايا تشيز برجر، ممكن نتشاركه لو انت عايز. هو انت غبي؟ انا عايز مصروفك، قلت عايز فلوس، مش عايز تشيز برجر اهبل كده زيك. انت قلت ان التشيز برجر اهبل؟ ايوه قلت عليه ان هو اهبل وعبيط زيك، هتعمل ايه بقى؟ يا صاحبي الحق واحد بيكره التشيز برجر. اها انت بتنده على صاحبك؟ اها هو فين ده؟ فين هو؟ بيقول على البرجر بتاعي ان هو اهبل، وبيقول عليا انا كمان ان انا اهبل. استنى هو اتصرف معاه. استنى بس نتفاهم. طيب يا علي، انت سمعت الاخبار؟ في استاذ جديد في المدرسة. بجد استاذ جديد؟ طب هو اسمه ايه يا ترى؟ بيقولوا ان اسمه ابو الغاز. هو انت استنى، انت قلت ابو الغاز؟ يمه لا لا، مو انا، كش بنسوي ابو الغاز؟ لا لا، شو يصير بالصف مالتي؟ ايه تستاهلوا صوت انش علي من ابو الغاز؟ شو علي؟ لازم نهرب، لازم نهرب بسرعه قبل ما نموت. يلا بسرعه يلا، مش ابو الغاز جاي، ابو الغاز جاي. ايه يا عم في ايه؟ انت اهدى شويه، ده مدرس جديد يعني. يا عيال لقد حان وقت الامتحان، لو اي حد اتكلم هيتسحب منه الورقة. تقدروا تبدأوا دلوقتي. عمر، هو انت تعرف اجابة السؤال التالت؟ انا مش عارف بجد يعني ايه هي عاصمة السعودية. ما تتكلمش يا ولا، انت هتودينا في داهيه، اسكت شويه، لف كده وبص في وقتك. يا عم انت بتقول ايه بس؟ المدرس عمره ما هيعرف لان هو عبيط واهبل. ايه ده؟ في ايه؟ انا ما كنتش 100% ما كنتش بغش من عمر اللي قاعد جنبي. السؤال بتاع رقم 4 عاصمه السعوديه. تهبل، قلت لك استهدى كده شويه قبل ما تعمل اي حاجه. افتكر ان عمر هو اللي كان بيغششني وانا بس كنت بغش منه. ايوه انت معاك حق. طيب ليه انا مالي؟ ليه انا مالي؟ معاك حق، عمر كان هيغشش الباقيين. ايه ده، اهلا، عامل ايه؟ اهلا اهلا، عايز تكون نكون اصحاب؟ الصداقة مقابل 14 ايميلد. اوكي باي. طب استنى، طيب انا ممكن اعمل لك عرض.
هلا يا بابا، انا جبت نتيجة الامتحان من المدرسة، عايز تشوفها؟ يا ابني امشي من هنا، انت اصلا عبيط ومتخلف. انا عارف ان انت سقطت في كل المواد وسبت في كل المواد، اكيد جايب صفر في كله. انت معاك حق يا بابا، درجاتي وحشة جدا، الاستاذ فضل يكتب الكلمة ديت على نتيجتي، مش عارف حتى اقراها. انا اروح اعاقب نفسي باني ارمي نفسي في اللافا. استنى لحظة، هو قال اللي انا فكر ان هو قاله؟ اخد ممتاز في كله؟ لازم اتأكد من شهادته. اما نشوف النتيجة. تمام يا جماعة، في درس النهاردة هتقطعوا الشجر. تقطيع الشجر حاجة مهمة قوي في ماينكرافت، فالمفروض ان انتوا تعلموها. جرب انت يا علي اول واحد. اوكي ماشي، خلينا نكسر الخشبة. عملتها. وانتوا كمان روحوا جربوا. وانت كمان يا كبيبي روح يلا جرب. يا عيال انتوا جاهزين لامتحان الرياضيات؟ ابدأوا الامتحان اول ما اعطيكوا الورقة. امسك خد وامسك. يلا انت غبي يا سنة تسقط. اوكي خلونا نشوف الاسئلة. السؤال اللي هنبص عليهم كده. وات الاسم؟ انا ما ذاكرتش الحاجات دي، ده كان امتحان رياضيات. ايه الاسم ده؟ ما خدناهوش، ما ذاكرتوش انا ده. فيا عيال، المكان اللي قدامكم دوت اسمه قرية القرويين. احنا بيسكنها القرويين اللي احنا بنحبهم قوي، لان هم متخلفين واغبياء. احنا ممكن حرفيا نروح نسرق كل اللي احنا عايزينه من القرية، ومفيش حد فيهم هيقدر يعمل اي حاجة. انتوا عايزين تسرقونا واحنا اغبياء؟ احنا هنوريكم، احنا هنوريكم دلوقتي. يا ايرون جولم، يا ايرون جولم، بص وراك كده، بص وراك. ورايا ايه اللي ورايا؟ اجروا الحقونا. ثلاث اشياء مستحيل الانسان يسويها، انك تعد شعر راسك او تغسل عينك بصابون او تتنفس ولسانك برا. فالثلاث اشياء هذيل الوحيد. دخل سانك داخل، يلا دخل سانك داخل.